بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحن مالينيا وقتي صلاة عشاء كوبي صدن دقيقة كهري كوحن تجابين دون أمور كوبان إلى أن يدهض الوفاء بالعهود والمواثيق وإن لدما يستيرو أما لأوفيو وحي بلن إيه هشيس إيه بلن قادة العهد يو الميثاق يو الوعد لغة العربية واسكو معنى ددويهين علماء دو مركز شرح سنة شروح عن كلفوغي عهده وهشيس وبلن ميثاقنا ويسقيو لأتكيي بيلي أما دار لغو الدري يوحي لمدة وعدقنا ويسقو يباهونا أو جانب قرار قف قردن كي كسعدك وكالين تبدا بين طرفين بك دعام بيلي. الإمام الراغب الأسفهاني كتاب كيسي لورن شري الذرائع إلى مكارم الشرائع وحوكت المام يا ولي وفاؤه أخو الصدق والعدل ويا الغدر خيامة أما بلن فريتانك أما بلن كبحة وعكس الوفاء يدنا وأخو الكذب والجور بولي والجور يعني وحولي هي وفاؤه وحولا لي هي عدالة دي الرمطة قيمة هي ليين وكلو لي غدر وبلن فركة يا بلنك بحا نوح لمد يا هيبولي بانتا يا ظلمك ويا وفاء بولي وعربك يا فعل كل بضا بلغ الرنشيكو غدرك اما خيامدو اما بلنك بحو نوى لبضا ولغ وضا بان شيك بولي كهر ولبضا ولغ الرنشيكو كدم بنوى لبضا ولغ بان شيكو مرسوح تلمام يا بلنك يا عهدك اسلامك قيمها وكلي يا هي وفاق بن آدم كوكو قاري هي بويري قفكي ويا وفاقة لما يستركة أما إنو بلنك سيدي سوغا صابحو هشيس كينو سيدي سوفوليو فقد انسلخ من الإنسانية بولي وقف بن آدم لماذا بك بحي كالصدق إذا وحنا يقولين هل أوفيو يا بلنك يا هشيس بلن كو وحو نوقن كرا بلن لبا قف ودخايا وحو نوقن كرا هشيس لبا قف ودخايا وحو نوقن كرا هشيس بلشه ودخايا وحو نوقن كرا هشيس دولت دو دن يا ددكيدا ودخايا وحو نوقن كرا هشيس دولت يا دولت كلا ودخايا وح كاستو هشيس او لا غلو اما ميد سياسي ها نوقدو اما ميد دقاله ها نوقدو با مشتر كونتراك لا غلا ها نوقدو ميد شقو ها نوقدو قف شقاله يا نكي شقده سينيا ها هادو مد قبيلها هذا هي هشيس أي وضع قلا وحردن هشيس بالله وضع إلى هذا وحردن مواء عهود وحردن مواء مواثيق بلن لقلنا وحوين مرك الكوات ببلن كإله إلا لقلي سأوجد بإلهي وحلي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والذين لأمانات معاهدهم راعون نصوص تصور لما يوحي شيء جيسا بل أنك أي قيمها وكل أي دين تيسلامي ضد كان أنت بل أنك سيدي سوف لسواء ير إلهي باب القرآن كله وما وجدنا لأكثرهم من عهد ضد كان أنت سبضا أنت أضبضا بلن لغا مهلين بالالي سيدي وحق لين ومي فلنين عربتنا وحابكم مهما هذا أعز من الوفاء بيدا هو أعز من الوفاء إذا بلنكو صمال إذا حتى عندك كذا واحدة أنك هب القول بولي قول بولي وحوي وقف وحقو يدا هذا يقون تنطو وحيه الشيسة وقلان كبحين وقف لغوي ما ضد عدن ما ضاعه الشيس كو صحيح دينو سيدي سواق بلو قرآن كنا
إلهي وحقت المامية عدة هالشيسية ذا كبح ذاين يتعد بن آدم لماذا كبح ذا بقى كورن قف بن آدم كأنتو كبح حق حيوان لماذا هو بحي إلهي قرآن كوي حكولي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون وحلولك كورس على الدواب توحوا شر بدن با إلهي كوة إلهي كقالوا بيان رمينين وبلنك إلهي بيبريه وحيكالو صف الله قدقي الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وقوات بلنك لقى شيء مركز تبا بلنك برينيا دك بلن فرق قعام بحا بنا آدم نمدو دا آد بيولي دتا خاص بيو دعضا مل آد اللي دتا يتكتا إسلام كنا بلنك سيد الله إلالين أيو حد بو قارسيي قفك مسلم كا هدي قال يكو حد قدبته لكن قال دا سي هشيس لقولتشرو إن هشيس كلا إلالين أيو وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق إلهي وحليه سبحانه وتعالى هدي أي كلمة دينادي دين ويدستانيين أوهي لسان فعليكم النصر ضدك مسلمين تأوهي لي لكن لو جهيلين ما يبالي دي كوي بلن كوي دين كدحي كوي هشيسك كوي دي شرتين هشيسك قيمة هو دين تكولي وحا عدين أي إلهي سبحانه وتعالى أنبيضه يا أولي ديسه يددك مؤمنين تابو كسفي ساوغيد با إن بلنك اللؤوفية واردقا نلاش كفي عن دين تناي حوق تلمامسه صحابة دي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحيكو عام بحين بلنك إينا يؤوفيان وانا تاسي سبب كمدة سببها الددك أي سفدود غراعين نبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري يا مسلم بورين أيان ابن عباس بورين أيو أبو سفيان مركو هرقل وتغي قال كي أتلين أيي دولتي بيزنطيين تا رومانسكي أي أبو سفيان ابن الحرب وقال بالله كل مي دبتنا نقول السؤال دحمري سووه بيوه وراقب النبي ودري وراقب داس عدنا يكتب بلين النبي هيا إن أنا هين بربينه بيو وحقه من يا إنه نك تاريخ ديسة ينولش سباره ويقفك بين على يقفك النبي يسكت در دقن معه نبيه ويقفك بين هذا مر شاك بدن إلهي كدورتي كبين تشيك يا كان نبي هين النبي شاك تين الدواء ضد بنك هو بين بدن دبتنا سؤاله ويدي دوري طبنا دوري تبانك سؤاله دي ويدية وحكم مدها محيد فراه وحيدو حنا فرا صلاة ده هي صدقة ده صدقة رنتة هي عفافك دور صندة هي الوفاء بالعهد وأداء الأمانة بلنك إن لأوفيه أمانة دنا إن لقوته هرق الوحو كويري مركا هذه صفة النبي كانت شيء جيسا وصف النبي بويري وحيابه ويديه هرقل أبو سفيان بن الحرب ومركا قال وحو ويديه هل يغدر ما خيام يا وح بلنك انتو قلب بلنك ما كبحا مركا سيد الله كما بحو وكذلك الأنبياء والرسل لا يغدرون بويري هذا بواسطة النبي دي الرسل بلن فرق ما يقانين يعني وصفة الوقرتو أنبياء علامات كود كواد وحكم ده إن يهين ضد بلن كفولية إلهينا قرآن كيسا أبو الأنبياء إبراهيم مركو أماني وحلو أماني وإبراهيم الذي وفى إبراهيم كي أوفي وحيو إلهي بلن لقالي فأتمهن إبراهيم كي نما استري بالي وحكستو بلن وإلهي ولقالي أما أمر ينهي الله فري وأقبل بل حد بقاري ليد هذا ويل كي قري وهيستي جورع أو أقبله
إلهي سبحانه وتعالى وحق سفين يا عينك ويلكس إسماعيل هانا نبي الله إسماعيل إلهي وحق المام يذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا نبي إسماعيل لا شيك بل يري إنه كان صادق الوعد مد بلن كيس وحو يبوها مسو بلن قضاء أي نبط هيبوها بإلهي وكان الرسول النبي بليد وحيابو بلن قاضي سقر محكم ده قرآن كوينو شيغي ستجدني إن شاء الله من الصابرين أبيه مركو يدير ريا قوار كان يقول كو قبرا عيام حيكو لطاي وحيد يابا تفعل ما تؤمر وحيد لغو فريال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وحدي هلي دون تاني قو قوة صبر كم ده يعني وحو بلن قاضي أبيه إنو أتكيسان يو صبر يو سلا آياتك كحجة إلهين وقلت الماما ينو صبري فلما أسلم وتله للجبين بإلهين بركة إلا بدو دبي سديبين إذن وصفة أنبياد الغيقى نوى بلن كإناني كبحين وصفة ضدك أولو للباب كي أوليد إلهي الغيقى نوى إنما يتذكر أولو للباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الذين يوفون بإلهك تلمام وكو أوفين يا إلهي عهد جيس بلن كي قلان بلن كالي وكو ما يستري أو ولا ينقضون الميثاق مر نبا بلن كام برينين إلهي مركو أمان يا قرآن كدتك الله يقان متقين تا الصادقين تا من صفات المتقين الصادقين وحكم دبو إلهي والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون بإلهي كتل ماما وقوة بلن كأوفية هذا بلن قلان هشيس قلان وقوة أوفية أهل جنة فردوس كسرد حليا صفات كودة مركي إلهي هو الرمي وحكم دها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقوة أمانة دودة يوحي أي بلن قادان إلى لنا يبالدي أولئك آيات كما كيسوا سعدان أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون في سورة المعارجنا سيدوك لا إله كت المامية أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون إذا وحن لأن أهل جنها ماشي سرق له أنبيضه أوليضه صالحين صفات أي كت المامية وحويان إن يين دد بلمدود أوفية بلن كدت كبورية ورانكو حكت المام يصف فالح إني تاي يا أيها الذين آمنوا لما تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وركو إيمانك لقيها ليوم حاو أورانيسا وحيدا صمين بلن يهشيس إيو يبوه يوعد محاد صمينيسا أنا صمين دونين كبر مقتا عند الله نبينا عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين كقصة أروري وحوقت المامة أستانت منافق صدح ده أستامده هو وين كم تهي وركي سوقفك بين نغضه بلن كي سنو بره وحي يبوها ما بلن قادة برية وحي لغا آمننا خيامية رواية مسلمة حيكو درسا حتى هاتو كدو هالصومو هالشيكتين مسلم يهي إكاس علامة نفاق بولي وحكالو نبي قوكت المامي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحيحين ككوية الله أفر قفك لغاها لو منافق نمو وقو أرورت ومنافق نبع ننك علامات كميدا لغاها لان علامته النفاق أيو كجرة نفاق ونفاق عملية يا نفاق وين نفاق وين وك قلبك قلع عقيدتك صابسا الدين لا أنت نفاق رقنك قلانا وقو كانو نبي قوكت المامي وقفك هدي لا من وحيامه هدو الرمى بين شيغا واذا عاهد غدر حديث يهر محوها اذا وعد اخلف كان نوا محي اذا عاهد غدر هدو هشيس قالو وخيامه يا بليده واذا خاصم فجر اذا ايها الحبه قفك مسلم كي وحو هشيس قال يا وين اسكا الاليه وحو دونا بها نقطه وحو بلن قاد يا وين اسكا الاليه قف وحو بلن قاد هشيس لقى لنا هدانة فلينين ولبوحا لا يرقى سياسيين تاه
wuxuu dambeyn taayatrada badan leh dadka loo ballan qaaday aakhira waa la isweydiinaya, kan baan samaynaya, kan baan samaynaya, cirkaan caddaynayaado uu og yahayna inaanu samaynaynini, waa ballanqaad been ah oo diintu waxay reebtay ka mid a. Adigoo bannaan jooga maxaa kugu wada inaad dhibaatadan gasho? Qofka muslimka ah wixii uu af kaga dhawaaqo ama uu qoraal ku saxeexo waynu fuliyaa ee ballana, mar haddaanay khilaafsanayn ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga, wixii uu af kaga dhawaaqo ama uu qoraal ku saxeexo waynu fuliyaa. Ballamadu bay culammadu yidhaahdaan labay u qaybsamaan: ballan ilaahay lala galo iyo ballamada bini-aadamka lala galo. Ballamada ilaahay lala galay waa diinta oo dhan, laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah. Markaad qirtay, waxaad qirtay inaad ilaahay aqbalaysay, nebi maxamedna aad raacaysid, ballankaasaad ilaahay la gashay. Dabeetana ilaahay wuxuu ina leeyay wa awfuu bicahdi uufi bicahdikum, war ballankayga fuliya kiinaan furinayaay. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. آيات كي لا شرحي هبين ندى تنبا ور إلهي بلن كيسا أوفيا ذلكم وصاكم به كاسبا إلهي دن أمر يا دن فريا لعلكم تذكرون. إلهي وحلي وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وحيد هذا العلماء ذو انت بضن بلن كإلهي لا لقاله qofku laba dacfiyo ku dhaca unbaa ilowsiiya. Inta badan dacfu dhaakira bay yidhaahdeen, walidaalik baa aayadda loo yidhi lacallakum tadakaruun, iyobay yidhaahdeen dacfu lcaziima, oo iyana waa tii nebi aadam la yidhi falam najid lahu cazma. Waxay yidhaahdeen waa labada mushkiladeeda inta badan ballanfurka keena. Cuhuuddu marka ilaahay wuxuu ina leeyay alam acad ilaykum yaa bani aadama anlaa tacbudu shayaana innahu lakum caduwun mubiin waan icbuduuni hada siraatun mustaqiim. Ballankaasay ilaahay la gallay, marka inuu dhabarka ku jiray waa la gallay. Waida akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim dhuriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidna. Idan ballamo badan baa qur-aanku ka warramaya ilaahay la gallay. Wixii ballanee ilaahay aad la gashay waynaad fulisaa. Tusaale fudud aan tilmaamo, طلاabاlcilmi baa u badantiine, ballamada ilaahay lala galay waxaa ka mid a in aqoonta la faafiyo. وaid أkhada اllaهu miiثaaq اladiina uutu الkitaaba latubayinunahu lilnaas walaa taktumuuna. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala miiثaaq baa laga qaaday, waa ballan dhaari la socoto kuwii kitaabka la siiyey. latubayinunahu lilnaasi walaa taktumuuna, inaa la caddaynayo oo dadka loo caddaynayo aan marnaba laga qarinaynin. Ballamada lala galay ilaahay waa badayn, in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illahi fayuqtaluuna wayaqtaluun wacdan calayhi xaqan fi ltawraati waalinjiili waalqur'aan waman awfaa bicahdihi min allah fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawzu alcadiim. Waman awfaa bicahdihi min allah baa ilaahayna leeyay intuu soo tilmaamay, waana kii nebigu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam, wax la oofiyo ilaahay ballankiisa iyo daymihiisa ugu fiican. Gabadhii tidhi hooyaday waa dhimatay, waxaanay ku nadartay inay xajto, ee ma ka xajaa? Nacam xujii canha, araayti low kaana calaa ummiki daynuna kunti qaadiya qaadiyatan iqdul. Nebigu calayhi salaatu wasalaam qallee buu yidhi, ka oofi, faallahu axaqu bilwafaa. qur-aankana ammaan baa ugu sugan dadka qumanaada ee ballanka ilaahay la galeen ku qumanaada. Oo ilaahay muxuu qur-aanka ku yidhi, min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxba waminhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila. Mu'miniinta waxaa ka tirsan rag ka run sheegay wixii ay ilaahay u ballan qaadeen. Anas ibnu nadar iyo ragga la mid ah wixii ay ilaahay u ballan qaadeen ka run sheegay. Waxaa ka mid a kuwa sidaa ku dhintay iyo kuwa sugaya oo aan waxba bedelin ee jidkaasi ku sugan. Ballanku iyo qofka ka run sheega, Abilcaas ibnu Rabiic
نبي عليه الصلاة والسلام من أنت سي زينب هاقبي نبي كو أماني حدثني فصدقني فصدقني ووعدني فوفى لي بنبي كو أماني عهود دد كورد حيس مركا إنه يدو نماد ما وقت كوبانه عهود بني آدم كورد حيس يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بإلهي وركو إيمانك لغاها ليو وارفولية وحي عقدية وحي كونتراغا وحي هشيسة وحي بلنا إي أغشان بل ماذا بن آدم كو قلوات تربدين مثلا بلنك إي شروط سبعين لو في نبغو حكوت المامة يا حديث كبخاري كو يا الله أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم بهم الفروج به الفروج كو وحق مدن إلا فلية ووحي أفرجك كو حال ريستين قبلت ذا مركة الله هيدا قبرنا مسلمات ذا لو غدري وحد قبلت له هيدا إن تفلسه وشروط وقوين إلا قربه قدري بناء آدم كي يا إلهي بوحد لك شيء إن تفلون ويدا وعندما قمد أقول لي تساد رادد با إلهي كنت المامية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم با إلهي وجعلنا قلوبهم قاسية لمن كي يهود هم حليلي فبما نقضهم ميثاقهم برنتي بريين بلن كودي أيا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية أيا إلهي لعندي سكود عضي وقلبي إنك قوحا صوعا تدول بدنو إنك ترسن وبلن كي قلان ببورية إياك ميان لعنات دي قلبين كي كود عينين مركز رير بنو إسرائيل كما قبيل في عينيت إياك أبا دور نبي كو أبتر صدا نبي يوسف يا نبي يعقوب يا نبي إسحاق يا نبي إبراهيم إياك أبا أنبياء كو أبتر صدا أدي قبيل قبيل تاي لكن رقم كودي با كان كان صدي إلهي قرآن كو حكوت الماما يسقو برنته لبريب بلمضى لقلف والحمد يدو تلماميه الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون بإلهك تلمام بل قرآن كإلهي وحكو السفيني مركي إلا تلمامي مجتمعي الصادقين المتقين إن ينكو بلن كوفية المخادعين الكاذبين كنين المرافقين بإلهي تلماميه سدردد بإله وحليه فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله ما وعدوه إلهي سبحانه وتعالى قلبي يدود النفاق نما الله دقي سبب توامحي إني بريين وحى إلهي ويبوهين أيها الأحبة أنصو قابنو بن آدم كنت صالة ياشي وحكو فهما دورت صالة سيرة دي صحابة دي كم إذا تلمامنا يا نبي عليه الصلاة والسلام دقا كيسي نبي عليه الصلاة والسلام هرت بلا ماذا مركي إنه كور رمي إنه بلا كويس كميت إن أتقال لقشه إن المرافق لقشه إن المسلم لقشه إن الدولي لق واس كميت أركاني واس كقال بلا كيس بوري ما شرته قال إيه مسلم ما قفك مسلم كي هدو بلا قاله قفك مسلم كي إنه قول لي يا لقربا سيداو قيد أن سوق هذا قضية دي سلح الحديبية سلح الحديبية نبي عليه الصلاة والسلام هشيس بولا قال قصة ده نقول يا ذا كوبن هشيس كي يلا قريه ولا ربعين لقره وسهيل بن عمر صحابي قالوا رنش رومر قال يا نبي محمد وذا قرر يا هشيس كي أي وحيمي أبو جندل سهيل نمر دالي قال كان مركا وح قريه مدور دالي أو مسلمة أو مكان لوحري أو سلسلة هي وحي صو قوستي أو تورشر كي تعذيب كي وكم غضو أرد يا صو قلي سهيل بن عمر وحيدي هشيس كي وينو قلا ولما ينقر ما يوا قلا يبويري ساء وجد كاسا وهر ريا وحن كو هشينو هشيس كوا حكم دها هذي قريش مد مسلم كصوب حسدين لو عليه هذا هو مسلم قريش صباح صدي اندي بلوغو عليا ايا هشيسك كوشري طبعا قضب ايو كاميدها تيتنا وحولي وحان هشيسك قولقلو كم باوغو هرية كا هداد فلسنة هشيسك انو وشري هذي كلا نبا شريو
nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi anjisni, kan ii ogolow ii fuli. Halkay reer xamarku iga qallay odhan jireen, kan wax kasta unii siidaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. Waa diiday Suhayl ibnu Camar, kaasii dayn maayo buu yidhi, kanbaa ugu horeeya heshiis waxaynu ku gallo. Dabeetana nabigu wuxuu ku yidhi isbir waxtasib war sabiro, ilaahay dartii xisaabsa waxaa kugu dhacayo, iska nuqabaa la yidhi. Waa qayliye, magaalada laygu celinayaa buu leeyahy, anigoo madiintayda in layga fidneeyaabaa rabtaan. Waa maalintii cumar hadalladu ka dhaceen. Waxaan uga dan leenahay lama odhanin maslaxada muslimiintu xaggay ku jirtaa, iyo ninkan muslimkee miskiinka ah la soo daayo waxaa la yidhi heshiis baa la galay, ha noqdo. Mid ka sii adagaan tilmaamno Abu Basir, saxaabi kale loo odhan jiray ayaa isna soo baxsaday Madiine. Markii la yimiba wayse soo taagay isagoo baxsiya, isna Quraysh ka soo cararay. Qurayshi laba nin bay ka soo daba direen, ha la soo celiya bay yidhaahdeen isna ballankeenniba sida ahaa. Labadii nin baa yimi, dabeetana waxay dhaheen ballankeennu wuxuu ahaa in la soo celiyo, ninkana wuu soo baxsaday, celi. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, Abubasiir buu yidhi, waxa la yidhi Abubasiir uu noqo. Magaalada laygu celinayaa buu yidhi, waad ogtahay buu yidhi inaanu heshiis gallay, heshiiskana kama baxno, noqo. Abubasiir waa aqbalay, mar haddii nebi Maxamed leeyahay noqo. Labadii nin buu soo raacay. Dal Xulayfa meelaha markii la marayay ayaa iyagoo timir cunaya, waxunbuu mid seefta ka qaado, midbuu madaxa ka jaray, kii kale oo ordaya ayuu soo geliyay Madiina. Nabigu markuu arkay buu yidhi, kani balaaya arag, anuba baqaya. Dabeetana Abu Busayr oo daba xiimaya soo galay. Nabigu wuxuu ku tilmaamay miscaru xarb inuu yahay. Almiscar waxaa la yidhahaa qorigan dabka lagu walaaqay ee lagu shito, kani yacni waa dab walaaqaya buu nabigu tilmaamay. Inaan markaa wuxuu fahmay Abu Basir in haddana la celin doono, haddii mar kale la yimaado in la celin doono, Madiina buu iskaga baxay, xeebtuu tegey. Halkaa xeebtuu iska degay, Abu Jandalkii baa soo baxsado, isna xeebta yimi. Rag kaloo maxaabiis ahaabaa ka soo daba baxsaday, kontoneeyay isku soo gaadheen, ilaa dhowr boqol bay gaadheen baa lagu tilmaamaa. Dabeetana Quraysh bay u galeenba halkaasi safaradoodii iyo wixii oo dhan. Markii dambe Quraysh baa dalbatay nebiga ka bariday, qodobkaa buri, waa cafinaynaa qodobkaa, nimankaa soo xarayso ha kugu soo noqdaan. Nimankani mar hadday nebiga ka tageen isagu kama mas-uul ah, waxay geystaan, waa ka baxeen magaaladii uu nebigu xukumayey, meelaanu nebigu xukumin bay iska tageen. Halkoodaasay gaalo isku hayaan. Dabeetana waxay dalbadeen in la soo celiyo. Labada qisaba waxay tilmaamayaan heshiiska la gala sida uu adag yahay. Saasi daraaddeed baa Ilaahay qur-aanku tilmaamayaa, wain istansaruu, hadday idin kaalmo weydiistaan qolaa heshiis la gasheen, taasi kuma jirta baa la yidhi. Qiso saddexaad aan tilmaamno oo ku saabsiisan dagaalkii Bedar. Dagaalkii Bedar, Xudayfa ibn al-Yamaan iyo aabihii kamay qayb gelin. Wuxuu leeyahay sababtii uga qayb geli waayey buu tilmaamaya. Iyagoo soo socdo soo hijrooday ayaa ciidamadii Quraysheed ee dagaalka u safnaaba meel dhexe ku qabtay. Xaggaa ku socotaan bay dhaheen, waxay dhaheen Madiina. Ballan noo qaada bay dhaahdeen, inaan Madiina ku socotaan oo aydan nebi Maxamed la dagaal gelaynin, soo raacinin ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam. Ballankii bay u qaadeen, dabeetana waa la sii daayay, waa iska socdee. Nebigii bay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii. Nebigu ciidan ma haysto, dhowr boqoloo nin buu wataa, dagaalkuma tala gelin, halkan kun nin ayaa maraya. Isla markaa iyagu ma hubaysna saxaabada tani, oo dee jidgooyo yar bay ku tala galeen, qoladanina dagaal bay ku soo talagashay oo hubkoodii oo dhan waa wataa. Waa maalintuu nebi Maxamed ilaahay baryayo lahaa, ilaahu intaa haddii maanta aad halaagto dunida dib lagugu caabudi maayo. Saxaabada yareed buu tilmaamaya, ilaahu intaasi maanta hadday iga dhimato oo halaagsanto, yacni diintu way dabar go'aysaa buu tilmaamaya. Sidaasu rag ugu baahnaa. Haddana markii uu u yimi Xudayfa ibn al-Yamaan iyo aabihii warkii ay u sheegeen, wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, insarifa, iska taga, nafi lahum bicahdihim wanastaciinu allaha calayhim. Saxiix Muslim buu xadiidku yaalla. Labada qiso horena
بخاري كي يالين وحديث صحيح على كل حال اسك الصعد ابو نبي ويري بلن كودان او اوفينيا الهينا وانو تلا سارنيا بلن كو بلن در قيابو اهايو لغو اكراهي مع ذلك نبي وحو ربي بلن مسلم قالي انو سيدي سوفلو بلن وقف مسلم قالي انو سيدي سوفلو انان مرنبا مسلمين تلغو علامدين هشيس اي قالين اني كبحين اما هشيس اي قالين اني برينيان انان مرنبا لغو علامدين هذا ما لنسى حديث أبي الرافع أبو داود كورينا يصحيحة ينسائي بابا رجيني نكياله شيخ الألباني الصحيح بكت المامية قريش با صادر طي وراق صور يبتو وقيمي انت هشيسكي وقلقل دين أيه صادر انفرينا أي ربانينا الشيغان إن أنا هشيسك بحينا وحاقل دمينا إن لعفيو تبتنا مركو وراق دي كاني أيها أبي الرافع حولي نفتا إذا مركو هرم مسلمان هين لكن مكوان السلامي yani man ki ku noqon maayo nabigu wuxuu u ballankoodan fulinaya noqo hadda islaamnimadu ka dhabtahay marka xaq aad tagto inta aad salaamta hadhow hijrada aad doonayso laakiin anigu ballankii baan fulinaya in ila akhisu bil ahd ibn abud ahd ballanka ma buriyo ee ballanka sidiisu ahaanaya waxaanu leenahay nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ballan galay uu fuliyay بل الصحابه waxay isku dayeen ballan qaadiyadu nabigu galay markuu nabi maxamed intay alayhi salatu wasalam kadib inay oofiyaan oo nabi maxamed ballan u galay inaanu marnaba burin oo waa maxay jabir ibn abdullah ba wuxuu yiri nabiga wuxuu igu yiri law qad jaa malul bahrain qad u'tiik qad a'taytuka hakada wa hakada wa hakada ibn abdullah haddii xoolihii baxraynay yimaadaan jaabirow waan ku siinayaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa buu igu yiri buu yiri saddex jeer buu nabigu gacanta tilmaamay buu yiri inuu wax siinayo dabeetana xoolihii baxrayn oo aan imanin buu nabigu geeriyooday markay xoolihii baxrayn waqtigu amiirka ahaa abubakar ayay xoolihii yimaadeen abubakar baa istaaga wuxuu yidhi man kaana lahu cinda rasuulillaahi ciddatun aw daynun falyatina warkii nebi maxamed uu ballan u qaaday ama dayn ku lahaayo uu noo kaalay buu leeyahay abubakar wuxuu rabaa inuu fuliyo haddiiba uu nebi maxamed ballan cid uunu qaaday calayhi salaatu wasalaam oo yidhi waxbaan ku siin doonaa inaanay marnaba beenoobin nebigoo geeriyooday marka wuxuu leeyahay ninkii ballan uu nebi maxamed u qaaday amase dayn ku lahaayo uu noo kaalay jaabir ibnu cabdillaahi baa u yimi waa wuxuu yidhi nebigu wuxuu igu yidhi haddii xoolahaasi kuu yimaadaan sidaa iyo sidaa iyo sidaasaan kuugu xantoobin doonaa kaalay buu ku yidhi dabeetana abubakar xoolihii buu xantoobiyey markaasuu u dhiibay tiri baa la yidhi waa la tiriyey markaasaa la yidhi waa shan boqol bay noqotay markaasuu yidhi laba gooroo kaloo min shan boqolna ka qaada hadaba haddii lagu yidhi sidaa iyo sidaa iyo saddex goor baa lagu xantoobinaya haddii lagu yidhi xantoobadaad tirso oo wixii ay kuu noqoto saddex laabkii aad qaado saxaabadu markaa waxay ahayn dad fuliya waxay ballan galaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu waa wixii ballan ay galaan tusaale haddii qof shaqaalaa kontraag uu saxeexo waa inuu qofka shaqaaliina fuliyaa ninka loo saxeexayna waa inuu fuliyaa dowladdu hadday ballan gasho waa inay fulisaa waxay dastuurka iyo qawaaniinta ku qorteen ee aan khilaafaynin sharciga islaamiga waa in la fuliyaa madaxweynaha la dhaariyey wasiirka la dhaariyey dadkan la wada dhaariyey waa ballan dhaar lagu daray waa ballan waa mawaathiq bay noqdeen waa cahdi dhaarna lagu sii daray weliba waa in la fuliyaa haddii la fulin waayo kuwii bay noqonayaan uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam idan qofka muslimka ah ha ka digtoonaado ballamada uu gelayo mid dowladeed ha noqoto mid shicib ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto mid ballanqaad ha noqoto mid qabaa'il ha noqoto qabaa'ilkan mar walba inta heshiiska galaan burinaya noocan nifaaqaa bay ku dhacayaan nebigu tilmaamayo noocan cadhada ilaahay ku dhacaysa fabimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum baa ilaahay yidhi ballankooday buuriyeen daraaddeed baa lacnadu ugu dhacday qalbi engegu ugu dhacay idan
سلطان هو أما عاقل هو وحد بلن صحيح ذي وينت فلسه مدحوينا هو وزير هو وحيات كنارتي وبلن وينت فلسه قف مسلم عادية هو وحيات بلن كشي وينت فلسه تتك مسلمين تي وين يبرتان هشيسك يبلنك إنه الدين الإسلامي جاء وحوين كويه حتى هداد قال لقشه وفرسه روايات أما حديث أنا أخرين يوا بالله ما قال الله قال به هاي هدي مسلم الله قال ما حدو مالين سامركا هدي نكور رني بالله ما دو قال الله قال يسيد النبي محمد فلية عليه الصلاة والسلام وهو ولي بل فلنا يي ضد كاس ضد به هاي ستة أيهين مسلم نبي هاي ستة لقو فلنا يي بالله ما ضد كمسلمين تعادي قال أنا محوي هاي هاد مدينة نقا نسكن نقطي قفك السياسي إنه بريه إن أي دقة نسكن نقطي قبائل كوينة بريان إن أي دقة نسكن نقطي شركة ذهب عمش تركوينة بريان إن أي دقة نسكن نقطي دتك عادي إن أي بري حتى إن النقطة قفك الربا إنه كوينة هذا بلال دبا كل قليا ورا دبلال كي يقول سومالي ده ما هينو كوينة قرما إنه سنة بعد وقتها بلال سومالي هذا ما كأنما بلال سومالي جو بنس عن السياح هل كو قف مسلم بلال كي كهان لا هل غيابا إنه كوي ده بلن كي قال ده نكاسي ليه ورمقال باب بلن الله مسلم باب بلن لقواي ودي لا عندي دي اللي ده قال كاب بلن له ومسلم كاب بلن لقواي ودي لا عن سيدا وقت وقت جي صلاة كوا قاعدة عند كوكو بينا نصوص القرآن كا بلن كا كور رمي سامك كإله إلا لا قالها النقطة ما كبني آدم كلا لا قالها النقطة أد بيوات كينيسا دتك فولية آد بيو أمانسا أنبياء يا صالحين يا أولياء إلهي بلغت المامية آخرنا الجنة فردوس فردوس الأعلى يا جنة قوة مكرم قوة وكرامة يا بلغت المامية دتك بورية بل ماذا بورية آخرنا النبي محمد حولية دو علم دبضة قوة لواء الغدر ليلة عربت أنك قوة دو واحد هانشري مركي سنة كي مر سوقي ما دا سوقي دو دي وينا يا عقاد يا مالها على ما لا تاجي شري على نعد دت كبلن ككب حبا لا تاجي شري وحلو لين شري غير هبل بلن كي قادين ودو ويفلينا على نعد بلا تاجي شري على المدونة وحلو تاجي شري غيرها انت بلن ككب حدا على المدونة تاجي شري سيد الإمام قرطبي وصار نقلنا يو ما دام على نعد يا على المدونة لا تاجي شري آخره تودي بقى إلى هاي قط الماما وحليلي آخره قوة غادرين غدر السماية وحيمان يعني يقعد ضبط عالم لو جت هاجي ضبط هذا يقعد عالم قوته أيا داخله يمان إن شاء الله إلى لواء الغدر عالم كي قوة برية هالشيء سيده إلهي وهم كر رجيني يا سبحانه وتعالى إن ندد مسلم ونجي له وبلن كسيدي سوفلية هشيس كسيدي سوفلية هشيس كستو وقالي قال يا مسلم عدة دون طلق قالي إن هشيس كسيدي سوفلية صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.